مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم في برنامجكم اليومي في رمضان. نورتي يا رمضان، كل عام وانتم بخير. صلي على النبي. اللهم صل على محمد. كل ما تسمع اسم النبي بتصلي عليه؟ طبعا اكيد. تحبه؟ اكيد طبعا. طب لو شفته قدامك شو بتحكي له؟ اللهم صل على محمد. مش عارف احكي له كثير شغلات، يعني كثير شغلات. شو بتحكي له عن همومك؟ شو يعني اول شيء عند رم الناس في البلد. طيب شو في ظلم في البلد؟ شايف الناس كيف الشوارع، العالم كله بيضحك على بعض، كله بركب طلبك على بعض. اللهم صل على محمد. سؤالي اياك، الصلاه على النبي كم مره لازم الواحد يصلي على النبي في اليوم؟ 100 مره بعرف. كم مره لازم نصلي على النبي في اليوم؟ وما في عدد معين. ما في عدد محدد. احسنت، اجابتك صحيحه. وين ما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بنصلي عليه، واجابتك صحيحه. احسنت. بس في عندنا سؤال ثاني. هلا انت ربحت اول شيء على هذا السؤال، ربحت جائزه مقدمه من ابو صالح لك، ضيافه انت وصاحبك. تمام. السؤال الثاني، اذا بتعطيني اسماء ثلاث دول بدون نقاط بربحك جائزه كبيره. مصر. احسنت. يلا اعطيك كمان ساعه، نص ساعه. يلا. لازم عربي ولا كله عادي؟ عربي لازم عادي، اي دوله اجنبيه عربيه عادي بس بدون نقاط. على كل حال انت ربحت معنا، بما انك صليت على النبي ربحت جائزه من ابو صالح. كل عام وانت بخير. انت بخير، يعطيك العافيه. كيفك يا طيب؟ طمنا عنك، شو اخبارك؟ الحمد لله. انا ان شاء الله بخير. والله لله الحمد. كيف رمضان معك؟ لسه رمضان قريب يعني، ان شاء الله جاي، الايام جايه. طيب تمام. بتصلي على النبي كل يوم؟ اللهم صل وسلم وبارك. كم مره بتصلي على النبي يا بركه؟ بعد كل صلاه، كل لحظه بتذكر بصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بتحبه؟ طبعا حبيبي. طب لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم شو بتحكي له؟ يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه، في احلى من لقائه. عمرك شفته في المنام؟ كثير والله. والله بتحبه؟ وبحبك معناته؟ بفضل الله. كان اللي درس لي درس الدين في الثالثة اعدادي شيخ محمد سعيد دوله، الله يذكرك وذكره بالخير. قال لي شفتك على مع الرسول على باب الجنة. طيب في عنا سؤال. تفضل. وهذا السؤال إذا جاوبت عليه عمي إلك جائزة حلوة. حلو. غير الصلاة على النبي كسبنا أول جائزة. في عنا سؤال، أول ست سور في القرآن الكريم. سورة أول سورة الفاتحة. الفاتحة نعم. صح؟ نعم. تمام. والسورة الثانية؟ أنا يعني مش حافظ متسلسلات ورا بعض، بس حافظ كثير آيات. طيب أعطينا أكثر آية بتحب تقرأها. قال إبراهيم ربي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. واعلم بأن الله عزيز حكيم. أي سورة هاي؟ هاي سورة البقرة. يا سلام عليك، ممتاز. ألف بالمئة سورة البقرة، رائع. نعم. إجابتك صحيحة. كسبت معنا يا عمي، كسبت معنا يا سيدي. يعني متزوج حضرتك؟ طبعا. طيب بنروح مطعم الدار دارك. وبنروح بناخذ المدام، وبنروح وجبة لشخصين، بوفيه لشخصين. تمام. بوفيه مفتوح مرتب في رمضان، بنفطر هناك ان شاء الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. ما عندك مصالح ثانيه تاخذ اي شيء مجانا؟ اكيد فري. كل عام وانت بخير يا بخير. الله يبارك. رح ننتقل الان لمتسابق جديد ونشوف مين رح يفوز. يلا نتعرف عليك. وسام طاهر حمدان. والنعم يا اخي وسام. الله، كيف رمضان معك؟ والله لسه بدنا نبلش، نقول يا الله. محضر حالك؟ لا والله لسه. كيف بتكون تحضرتك لرمضان؟ يعني هي اول شيء نقول احنا من الصلاة من الصوم، هي اهم شيء الصوم، احنا مشكلتنا بالشغل بالصوم. شو شغلك انت؟ والله سائق تاكسي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. وين اكثر مكان ما بتحب تروح عليه؟ اكثر مكان الوحدات بصراحه. ليش؟ مسكر ازمات دائما. غير الوحدات؟ غير الوحدات بتحكي يعني النصر برضو كلها ازمات، عنده سواق. تحب تروح على الفيصلي؟ الفيصل بروح، ليش ما بروح؟ اكيد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. طيب صديقي، انت بتصلي على النبي كل يوم؟ اكيد. اللهم صل على سيدنا محمد. صليت اليوم الظهر؟ الحمد لله. وين؟ قدام السيارة، صفيت عند جامع الأردن لقدام شوي. والله إنك كنا شبيه. شو بدنا نسوي؟ ممتاز. خلاص بما إنك صليت اليوم وبتصلي على النبي كل يوم، بتربح أول إشي من عند أبو صالح ضيافة مجانية لشخصين. تمام. تأخذ صاحبك أو مين ما بدك وتروح عند أبو صالح تتضيف مجانا. تسلم يا أخوي. بس السؤال مش هون. هلا بقول لك في سؤال، إذا بتجاوب عليه بتربح جائزة كبيرة. جاهز؟ تمام. السؤال، بدي أطول
آية في القرآن في أي سورة موجودة؟ أطول آية؟ ما بدي أقول لك سمع لي إياها، بدي أقول لك بس قول لي وين بأي سورة موجود. والله بتوقع اللهم صل على سيدنا محمد، نذكرها بس متذكر الآية ولا السورة؟ لا السورة. السورة تمام، بأي سورة هي؟ الله أكبر، البقرة يمكن. يمكن ولا أكيد؟ لا أكيد. أعطيك خيارات؟ البقرة. طيب أساعدك؟ أعطيك خيارات؟ سورة البقرة ولا الأنعام ولا آل عمران؟ لا البقرة أكيد. البقرة أكيد؟ أكيد. تعرف رقم الآية؟ لا بدي أحفظها كلها لا. طيب ماشي، إذا إجابتك إجابة صحيحة. ألف مبروك لك، ربحت وجبة بوفيه مفتوح من مطعم الدار دارك. ألف مبروك لك. سلام يا أخوي، الله يسلمك. وأنت بخير، وأنت بخير صحة وسلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. تعرف عليك؟ محمود الفقهاء. سيد محمود وين رايح؟ مروع البيت. وين ساكن؟ مادبة. مادبة بعيد من هون؟ عادي بطلع مواصلات. الله يقويك يا رب. طيب هاي المنطقة اللي احنا فيها شو اسمها؟ جبلين. ماشي الحال، تعطيني أسماء ثلاث مناطق حوالين منطقة لم جبلين. وسط البلد تمام، اللهم صل على سيدنا محمد، حد هو من نعور تمام، وهناك الجيزه. الجيزه هذا حول عمان هذول. طيب بدي اعطيك اسئله، بدي اربحك بس لازم تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول شيء انت عشانك تصلي على النبي لازم تربح، تيجي انت وصاحبك عند ابو صالح، عمك ابو صالح، وانت جاي وانت رايح بتميل وين؟ عم ابو صالح. ابو صالح اشرب من عنده ضيافه خفيفه ولطيفه. هاي جلستك من عند ابو صالح بدناك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كل عام وانت بخير. وانت بخير والصلاه والسلام. مع السلامه. وهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، وما تنسوا صلوا على النبي والكل كسبان.